عامله ايه؟ ايه اللي اخرك كده يا ست حليمه؟ معلش والله بس المسافه طويله شويه. يا بلاه الست بتاعت الحله جت، مفيش دخل ده بتاعت شويه. بسمه ايوه ياما الست بتاعت الحله جت، تعالي يا ست حليمه اتفضلي. انا مستنياها من الصبح. يلا يا بنات معلش كده اطلعوا شويه لحد ما الست بتاعت الحنه تشوف شغلها. هتلاقي يا حبيبتي هتلاقي سيبني يعني بنتك دلوقتي تعمل لها واحنا هنا يعني. يلا يا بنتي اطلعي يا بنتي حته سكسك يا اختي، ما اللي عندها عندنا. قومي يا ملزقه قومي قومي، انتوا خليتوا الاوضه كلها سجاير كده. هي شاربه سجاير ومبهدله دي. هي برضو يا منى قومي. اعملي لها اعفن حاجه عندك، اعفن حاجه تتعملي لها. احسن حاجه دي ليك يا بنتي. خلاص هتموت على السيكو سيكو بلاش انتي بلاش انتي بلاش انتي. تعملي هنا هنا هو والله حتى لو ما تعملي هنا برضه. وانت كل يوم هناك، فحتى النهارده كمان اطلعي يا منزقه.